إذن هذه متابعة مشاهدين، وهذه المشاهد الحية من مدينة البيضاء، وهذا الخروج الكبير لجموع الشعب الليبي، وهي مطالبة أصبحت واضحة، ويتشارك أبناء الوطن الليبي في مطالب واحدة واصطفاف كبير من أبناء الوطن الليبي، مطالبين القيادة العامة والقائد العام استلام إدارة الدولة الليبية. من البيضاء للتعليق على هذه الصور معي سيد علي التريكي، أحد نشطاء مدينة البيضاء. حدثني عن حالة الخروج الكبيرة التي تشهدها مدينة البيضاء، وهذا التلاحم الغير مسبوق بالقيادة العامة. مسيكم خير من مدينة البيضاء، مدينة جبل الأخضر، عرين عمر المختار، أقول لك العام متطيب. ولكن للتوضيح، انا علي التركي رئيس اللجنه العليا للتفويض الشعبي، اخوي احمد الكريم اهلا وسهلا. واخيرا من فخامه الرئيس خليفه بن قاسم حفتر، ننتظر هذه الكلمه منذ ما يقارب اخوي احمد 3 سنوات. من 18/11/2017 قام الشعب بعامه مكوناته واقاليم الثلاثه بتفويض شعبي للقائد العام يكون الرئيس للبلاد. وبعدد تجاوز يا اخوي احمد 1.5 مليون، نأمل من قناتكم الموقرة ترجع للأرشيف وتضع هذه النقاط، وفي مدة 90 يوما، وموقع عليه وزير العدل في ذلك الوقت، وموقع عليه المحكمة. المحكمة في مدينة البيضاء اعتمدت صحة التوقيعات. كما نطالب يا أخي أحمد أعضاء اللجان الفرعية، ونشكرهم على ما قاموا به بفتح باب التسجيل من جديد والتأكيد على التفويض السابق. ويستثنى من ذلك يا أخي أحمد اللجان الفرعية بطرابلس الكبرى، طرابلس عاصمتنا، وعندنا معهم تواصل، وشكرا للعجلات، وشكرا لورشفانا، وشكرا للصابعة وترهونة وغريات معنا جماعة موقعين في لجان التفويض، لكن الظروف الأمنية استثنوهم إلا أن يفتح الله سبحانه وتعالى. يا أخي أحمد، نحن ليس أمامنا خيار، ما عادش أمامنا خيار نهائي. يعني جربنا جميع الأجسام السياسية، وجربنا جميع الاجتماعات والبيانات، كل اجتماعنا كله، لكن اللي شاف الشيء الوحيد عندما الله سبحانه وتعالى فكنا من وباء الكورونا، لا ننسى، لازم نذكر بعضنا، من اللي قام بإغلاق الحدود، ومن اللي قام بإغلاق المنافذ، ومن اللي قام بإنشاء مستشفيات سريعة يا أخوي أحمد. من قام بيك يا برام؟ ومن يا أخوي أحمد، من الشعب الليبي ورعايانا العالقين خارج المدن، خارج الدول اللي برا، من اللي دزلهم لجان، ومن اللي عطاهم فلوس، ومن اللي يجيب لنا في فلوس، ومن اللي يشتري في، من اللي يشتري في ضخاير يا أخوي أحمد يحرر فينا من مال النفط اللي هو ضايع. لكن يا أخوي أحمد اسمعني واسألني باك رحمه البيك، نناشد فخامة المستشار عقيل صالح رئيس مجلس النواب، والذي معروف بمواقفه الشجاعة ودعمه للجيش ودعمه بعض ومعه بعض الشرفاء من النواب، ولكن من خلال انقسام مجلس النواب يا أخوي أحمد. ألو؟ نعم في الاستماع، نسمع فيك. من خلال انقسام مجلس النواب بسبب توجهاتهم والبحث عن مصالح خاصة للبعض منهم، نأمل من فخامة رئيس مجلس النواب الحفاظ على نضاله طيلة توليه رئيسا لمجلس النواب بتأييد كلمة القائد العام وتفويضه للبلاد. ونحن مع كلمة زميلنا اللي هو الشيخ إبراهيم، مجلس النواب يستمر، الشعب اللي ليس حاضر على مجلس النواب وليس ذكر شباب مجلس النواب، لكن نحن نختلف في أدائهم يا أخوي الكريم. من ورط في الصخيرات؟ من ورط في هذه كلهم هذول؟ يعني جميع اللقاءات السياسية اللي ما يحضرهاش رئيسنا المشيخ خليفة بن قاسم حفتر باعت بالفشل. والشكر إلى كل النواب الشرفاء الذين لبوا الدعوة، وإلى كل مكونات الشعب الليبي. الآن توا جاء دوركم إلى مكونات الشعب الليبي الذين ذكرهم الرئيس في خطابه. هو ما قالش أعطوني السلطة يا جماعة، قال اختاروا أي جسم، الجسم اللي عندنا من عندنا. ما قدمناش أي خيار تلك اللي هو الجيش الطرفينا. نحن يا أحمد ناكلوا في شربة وناكلوا في بطاطا، وقاعدين عند حواشينا ومعاه صبيانا وأمهاتنا، وهم يقاتلوا في الجبهات يا أخي.